حشرة البق الدقيقي. كتير مننا ويمكن كلنا شفنا المنظر ده على السقان وأسفل الأوراق وعلى الأزهار وعلى الثمار لنباتات كتير ومختلفة. هي حشرة لونها أصفر أو وردي، وبتتميز بأن لها غطاء شمعي أبيض من برة. بتنتشر بمنتهى السرعة وبتتغذى على العصارة النباتية عن طريق أجزاء الفم الثاقبة المصة، بتؤدي لضعف النبات وانخفاض في التمثيل الضوئي، التفاف وذبول وتساقط الأوراق. ومن أهم مظاهر إصابتها كمان هو وجود النمل اللي بيتغذى على الندوة العسلية اللي بتفرزها، وكمان ظهور فطر العفن الأسود. ده غير إن فيه منها أنواع كتير بتكون حامل لمسببات الأمراض الفيروسية والفطرية. وهي حشرة بتفضل المناطق الرطبة والدافئة اللي بتتكاثر فيها بسرعة وبتحدث ضرر كبير على النباتات. خطورتها في إنها بتتكاثر على مدار السنة، وخاصة خلال فصلي الربيع والخريف. الأنثى بتحط من 200 ل 600 بيضة في شرنقة شمعية بتفقس بعد حوالي من 6 ل 14 يوم. والحورية لها 3 أطوار. الطور الأول بيكون نشط الحركة وبيعرف بالزاحفة، أما الطور الثاني والثالث يبقوا أغمق في اللون وأقل في النشاط. أما الذكور البالغة بتكون عادة صغيرة ومجنحة ونادرا ما ترى، وبتعيش فقط بضعة أيام. ممكن في بداية ظهور الأعراض بتقاوم باستخدام قطنة مبللة بالزيت أو الكحول، وممكن غسيل النباتات بسائل تنظيف أو بزيت بترولي أو بصابون زراعي. أما في حالة انتشارها لازم نتدخل بالمبيدات. تختلف المكافحة على حسب العائل اللي بتصيبه، ففي حالة الموالح وبساتين الفاكهة بتكافح بالزيوت المعدنية زي الفوليك والرويا المخلوطة بالملاسيون والدايمسويت. أما في حالة نباتات الزينة ونباتات الخضر بتعالج بالموسبيلان، أكتاليك، سيليكرون وغيرها من المبيدات الحشرية. أما المقاومة الحيوية بتتمثل في نوع من أنواع الدبور الطفيلي اللي بيحدد هدفه وبيغرز البيض جوه الحشرة الكاملة. وكمان من الأعداء المفترسة لها هي خنفساء الإسكامنس، سواء كانت يرقة أو حشرة كاملة. ونقول بالهنا والشفا. إعداد عبير المليجي، مع تحيات الإرشاد الزراعي بالرياض كفر الشيخ.